السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواني أخواتي، مساكم الله بالخير في لايفنا الليلة بعنوان كيف ترمم نفسك بنفسك. في حياتنا ممكن نواجه أحيانا بعض الانكسارات، جرح طبعا داخل، تعب في القلب، وما حد يدري، ما حد يمكن حاس إلا اللي يعرفك عدل. وأنت ما تحاول تظهر هذا للناس أصلاً، تبي تكون إنسان طبيعي، ويعني ممكن تضطر شوية تمثل في حياتك. لكن مو موضوع الحين إن الناس تعرف ولا ما تعرف، القضية الحين أنا شلون أرد أرمم هالانكسار اللي صار فيني. أبي أرد أبني نفسي، أحس إني أنا مهدود حيلي، ما لي خلق شيء، أحس اليوم بس يبي يخلص. زين شنو باكر بيصير؟ نفس الشيء. زين وبعدين أنت مو مرتاح من هالحالة، في شيء أقدر أسويه حق نفسي؟ نعم، وبالعكس أصلاً حط في بالك إن الوضع العام إن ما حد راح يعني يشيلك من اللي أنت فيه، أنت لازم تشتغل على نفسك. زين قبل هذا خلونا نتفق، الإنسان يبقى ضعيف، الإنسان ضعيف ما راح يقدر يتحمل الدنيا كلها بروحه، والناس للناس. المقصود من اللي بقوله مو إنك أنت تمشي وتكلم الناس تقولهم اللي فيك يعني تستعطفهم، لا لا لا، اللي بنقوله بس شلون انك انت تقدر تجلب وتطلب لك المعين من غير ما تنطر احد يعني يتصدق عليك ويعطف عليك. انت تشتغل حق نفسك. شنو ممكن اسوي انا عشان اشتغل حق نفسي واعيد بناء نفسيتي، قلبي اللي مكسور او مجروح، عشان ارد اقدر اعيش حياتي طبيعي؟ راح اتكلم عن 7 اسباب إن شاء الله تكون سريعة، ودائما يعني أنا أميل في يعني كلامي وايد حق الناحية العملية. الناحية العملية سواء قد تكون شيء من التفكير تحتاج تغيره، أو شيء لا والله تسويه، شيء تقوله، المهم أننا نبي نشتغل عشان نخلص. رقم 1، ذكر الله. طلحة رضي الله عنه مرة في غزو من غزوات حاشا يعني أصاب شيء من السهام وكذا، فقال حس يعني نقول تعور. فقال صلى الله عليه وسلم: لو قال بسم الله لرفعت الملائكة. يعني ذكر الله وقت المصيبة أثره وايد حلو. ولذلك الصبر عند الصدمة الأولى، أول ما تتلقى الخبر اللي يكسرك أو الألم، شنو رد الفعل؟ إذا كان أول شيء تقوله ذكر الله، هذا وايد حلو. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. درب نفسك وتهيئ أنك أنت لما تسمع خبر أو يصير لك شيء مو زين على طول تذكر الله، لأن الحسابات راح تكون غير، أقصد النتائج من رب العالمين راح تكون مختلفة. فرق اللي أول شيء يذكر الله واللي تالي يذكر الله. طيب حتى لو ما أنا كنت أذكر الله في البداية، أذكر الله كثير في الوقت اللي أنت أصلا فيه تعبان ونفسيا مو زين ومهدود حيلك اكثر من ذكر، لان بذكر لا تطمئن القلوب، واحنا محتاجين هذه الطمانينه وهذه السكينه عشان نقدر نرد فعلا يعني نشتغل مع بعضنا. فذكر الله سبحانه وتعالى بانواع الذكر، بالذكر باللسان، بقراءه القران، اي شيء المهم انه في ذكر الله سبحانه وتعالى، كثر منها، محتاج عشان اول شيء انت هني تسكن الاضطراب اللي في قلبك. يعني الله سبحانه وتعالى دل المؤمنين في اصعب المواقف في القتال: يا ايها الذين امنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني حتى وانت تقاتل وقت الغزو وقت المعركة باكر موت، كثر من ذكر الله. ليش؟ كثرة الذكر تعطي القلب قوة، وانت محتاج قوة قلب قبل قوة العضلات. هذا 1. 2، اجعل لك ملجأ تأويله. يعني شنو؟ احنا في حياتنا كل واحد عنده شيء مثل ما نقول يقط نفسه عليه يرتاح، فقرة كذي باليوم بالنسبة له هذه استراحتي. ترى شيء بسيط، ها، ممكن يكون إنه هو يسوي له كوب قهوة يقعد يشرب، يأخذ له شاور ويتعطر ويتبخر، يعدل نفسيته ومزاجه. في ناس يحبون يطلعون يروح البحر، بروحه يتمشى في البر نص ساعة، مشي رياضة يطلع شوية اللي فيه. البعض الناس يحبون يروحون كافيه. كل واحد فينا أدرى باللي رايحه. لازم في شيء بحياتك أنت أن ترتاح، يعني طلع لك شيء، حتى لو ما عندك طلع لك شيء، أن شيء تحس أنه لو ضاقت فيك
أروح هناك أرتاح. ويا زين لي كان الواحد مرجعه شيء متعلق بالله، يعني المسجد، ملجأ المسجد. حتى المرأة ممكن تروح من صلاة الحريم أو زيادتها في البيت، الواحد يرتاح صلاة، يحس لما ضيقت خلق يروح يصلي. يمكن يكون صح مو مستجمع ايش قاعد يقول، لكن يصلي يصلي يصلي. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، ضايق أمر، صلى. في بعض الناس القرآن ربيع قلبي ونور صدري، فعلا يفتح المصحف ويقرأ، ما يقرأ يمكن سرحان، بس يقرأ يقرأ، يحس إنه لين يرتوي يرتاح. يعني كل واحد يعرف شنو اللي يريحه. في ناس تلجأ للقراءة، الكتاب. ما أنا حدد لك شيء، لكن لازم يكون عندك شيء أو أشياء بحيث أنك أنت يعتبر هذا بالنسبة لك كنا كوخك، ها، صومعتك، غرفتك اللي في في طرف العالم والكون كله. أنا هني راحتي. شنو هي؟ حددها عشان تستخدمها وقت الراحة. إحنا هدفنا الحين إنه نبي نهدى شوية، عشان قلنا نعرف شلون نساعدك يا ربنا الله سبحانه وتعالى. الآن أروح حق مكان اللي أنا فعلا أحس فيه بهدوء، وكل واحد أدرى مكان هدوءه. الأمر الثالث، أشرك غيرك معك. قلنا لا تحس انك انت انا لا ما احب احد يتدخل في حياتي الخاصه، او انا مو طبيعتي اني اشكل الناس، بالعكس انا الناس يوني يشكوا لي همومهم وانا اساعدهم، ما يحب يطلع انه قدام الناس الضعيف. لا 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 يا اخي، شيل طاوله، ما راح تقدر بروحك. عيب انك تقول حق واحد يا اخي امسك معي طرف الطاوله ونحرك، مو عيب مو عيب. وانا ما قلت امشي وسولف حق الناس كلهم، لا لا، اختار واحد بس، واحد من الاهل تحس انه حيل لصيق فيك، قد يكون صديق مقرب جدا منك، مستشار مؤتمن، اللي هو المهم انه مجرد ما انت تتكلم باللي فيك حق انسان، ومو باب التشكي والتذمر من الحال، لا في نهاية قضاء الله وقدره، لكن يعني تسولف معه كأنك قاعد تقول له شيل الطاولة معي، بدل ما انت كنت تشيل 20 كيلو بروحك الان صرت تشيل 10، خفف عنك لو ما سوالك شيء. ترى مجرد انك انت تطلع اللي عندك انت قطعت عن نفسك حمل. يشيله معك صاحبك يمكن ما يطلع لك حل، بس مجرد انه يسمع لك تحس ان الانسان هذا من قربه وفهمه لك، انت ترتاح تسولف له. طبعا لازلت اكرر واقول مو اي واحد تسولف له، في ناس ما تامن عليه سر، لا لا لا، انا اتكلم عن واحد قريب. القصد انه لا تصير بروحك، لا تصير بروحك، يعني لا 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 تبي تشيل الدنيا كلها على راسك وانه انا القوي. اوكي انت زين الحمد لله، بس ترى مو عيب ولا ضعف ولا في مانع ان شاء الله انك انت تشارك غيرك معك. وزع وزع الجهود، وزع الثقل على ناس تعرف انهم يعني ان شاء الله ما يخذلونك. الامر الرابع، وهذا عمليا، ابحث في حل مشكلتك، اشتغل على نفسك. يعني في ناس ينطرون كنا في وحي بينزل عليهم، ما راح يصير كذي. لا، اشتغل، دش جوجل، اقرا، ادخل دوره، اطلب استشاره، ابحث ابحث في الحلول، يمكن تلقى شيء انت ما كنت منتبه له، ويكون شيء بسيط وسبحان الله تسمعه او تقرأ طرف كلمه ولا صفحه ولا مقطع ولا اللي هو. القصد ان ابحث، لا تقعد لا تقعد بدون لا تشتغل، لا اعمل على مشكلتك. احيانا المشكله تحتاج وقت، صح، اثناء الوقت هذا خلني استفيد بعد اني ممكن اتعلم، ممكن يعني اتعمق فيها وافهم فيها اكثر. الامر الخامس، وهي قاعده جميله نفهمها يا اخواني اخواتي، احنا عادة لما نعيش هذا الشعور، يعني نكون مزاج تعبان شوية او يعني مرتاحين، يصير فينا خمول، نبي ننعزل، ما لنا خلق نطلع مع الناس ولا نقابل احد ولا نحضر ردواني ولا زوارة، ما لي خلق، يمكن حتى الدوام ما اقدر اروح، ياخذ بعض الناس ياخذ اجازة. ليش فيك ما تطلع، ليش ما تروح؟ يقول يا اخي خلنا يعني اجابر الناس بهالنفسية، او انه يعني خلنا تنحل مشكلتي، خلنا تعدى نفسيتي عشان اشتهي اطلع. القاعدة شو تقول؟ العكس، قاعدة تقول اشتغل اعمل ورح تتعدل نفسيتك، مو تنطر نفسيتك تتعدل عشان تمارس حياتك. لا لا لا، مارس حياتك، صح ممكن تتكلف هالموضوع في البداية، تحس بثقل وانت تروح تمارس حتى الرياضة ولا تروح الزوارة ولا اليمعة ولا، صح في ثقل ماشي، بس كمل كمل كمل، هذا راح يأثر على نفسيتك. اياك انك تنعزل وتقعد بروحك وتقفل على نفسك وبس حاط السماعة وما لك تقعد مع أحد ولا تطلع وتعتذر دائما من اليمعات، لا لا تسوي نفسك كذي، ترى هذا سلوك خاطئ. عكس، إذا أنت فعلا تبي ترمم نفسك وتعالج، ادخل عيش حياتك، مارسها بطبيعتها، ممكن تخف بعض الأشياء نعم، لكن لا تحسس نفسك أنك أنت الحين صرت في معزل عن العالم ما لك شغل بأحد، لا بالعكس،
خليك مع الناس ومارس. قلنا في البداية يعني تحس بثقل أصلا يخالف، بس تحرك، الحركة سبحان الله تحل المشاكل، يعني الحركة بركة. وطبعا الأهل الرياضة أو الصحة يذكرون من فوائد المشي الصحة النفسية، ولا شك فالحركة نفسها أصلا مريحة بالنسبة لك لما تشارك ناس وتدخل اجتماعيا أيضا ترتاح. فالقصد أنك لا تنطر نفسيتك تتعدل عشان تشتغل وتمارس حياتك، مارس حياتك كذا ما تقدر، ونفسيتك تلقائيا إن شاء الله راح تتعدل شوية شوية. رقم 6 قبل الأخير، وهذا مهم جدا، أحيانا يكون فيك هذا البلاء اللي هو انكسار القلب ووجع في القلب، جرح عميق، يعني تحس بانهيار داخلي. أحيانا تبتلى بهذا من رب العالمين عشان يسمع صوتك تدعو. الله سبحانه وتعالى يبي يشوفك تتضرع، يبي يشوفك عيونك تهدر دموع، تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، تنكسر وتذل نفسك لله. الله يبي سبحانه وتعالى يشوفك أنك في كل سجدة تقول يا رب، قمت تقوم آخر الليل وتدعي، قبل عادي كنت تقوم فير أو حتى صلاة فير طوفك، الحين لا. رب العالمين يبي يربي فيك شيء، يبي يطلع أحسن شيء فيك، أقصد أحسن شيء معاه سبحانه اللي هو الرجوع له والذل والضراعة. ترى هذه عادة المؤمن، مثل الزيتون، إذا تعصره تطلع منه الزيت المبارك، تحرقه الكسرة البخور تطلع منه الريح الطيب. المؤمن كذي، كل ما انعصر واحترق وانضغط يطلع الطيب، يطلع البركة، يطلع العبودية اللي فيه اللي رب العالمين يعني يحب يشوفها فيك. فلما تبتلى بهذا قد تكون رسالة من الله يبيك قريب منه شوي ترجع له. لا تنسى نفسك، تتبرأ من كل شيء، من الحول والقوة، تبذل السبب نعم، لكن قلبك عند رب العالمين وليل نهار أنت يا الله يا رب يا رب. هذا الوضع الله يحبه. وثق تماما أن اللي بيرممك واللي بيبني نفسيتك مرة ثانية رب العالمين، مو شطارتك وجهدك. كل اللي قلناه ترى هذه أسباب إحنا قاعد نساعد نفسنا أن نهدى ونكون شوية يعني ريلاكس داخل فينا، شوية طمأنينة. بس في النهاية رب العالمين هو اللي يعطيك هذا، هو اللي ينزل السكينة عليك. فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى، يمكن يحوشك اللي هو من كثر الهم اللي فيك أصلا ما تعرف شو تقول في دعائك، ما فيك تتكلم، والله ما فيك تقول شيء، ما تدري شو تسوي من ثقل الموضوع أو من كثر المشاكل، ما تدري شو تقول. ما يخالف، بس على الأقل ارفع يدك قول يا رب، بس يا رب يا رب. جوامع الدعاء مثلا يعني يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكني نفسي طرفة عين، لا اله الا انت. اختار لك دعاء كذي شامل، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. بس ناد يا رب. المهم انك لا تسكت، لا تسكت، كثر ما ادمنت قرع الباب الله راح يفتح لك وتدخل. كل ما حنيت الله يقبلك سبحانه وتعالى. الامر الاخير وهذا من الاشياء المفضله عندي دائما اقولها لكم، وهو من الأسباب اللي الله يرممك، أن حاول أنك أنت تساعد غيرك في ترميم نفسه. يعني طبعا الواحد أدري تقول أنا بروح ما يخلق أحد، أنا ما أخلق روحي أصلا، أنا أحتاج اللي يشيلني، أدري، بس ما يخالف، حاول تساعد غيرك. ليش؟ راح ترد لك من فوق. عامل الناس مثل ما تحب أن يعاملك الله. أنت مو تبي رب العالمين يصلح اللي فيك، تبي الله يشرح صدرك، يحل مشكلتك، يرد لك روحك، يرد لك حياتك. متى بكذي انت قدمها للناس، يمكن ترى شور كذي ولا راي منك حق انسان تحل مشكلته، خدمه تقدمها له، تؤنس الوحشان. شفت اللي مساعد لك دور لك احد تسولف، يمكن واحد يدورك عشان يسولف لك اللي فيه، وانت وين وهو وين، بس انت قاعد تسمع له وتطيب خاطرك كلمتين. ما يخالف، حاول تسويها، حاول انك انت تساعد. وسبحان الله ترى احيانا ايش يصير، احيانا وانت في زق يعني بوسط مشكلتك والمك، الله سبحانه وتعالى يدز لك واحد او يدز لك واحده من رفيجاتك وهي تقعد تشكي لك حالها وتبي منك الحل، ويمكن تكون مشكلتها نفس مشكلتك. ترى هذا من لطف الله وحسن تدبيره. الله يخفف عنا لما نشوف الناس عندهم مشاكل مثلنا، ترى يخوف. واحيانا انت لما الواحد يشكي لك نفس مشكلتك وتقعد تحلها له، كأنك انت قاعد تسمع نفسك الحل والعلاج، يعني انت عارفه بس من اللي فيك مو قادر تتذكر، هذا ذكرك. فلا تخلي، قدم للناس. اكثر وقت تحتاج فيه الفلوس تكون فعلا في حاجه ما عندك، تصدق لو بمئة فلس لانك انت محتاج، تبي الله يعطيك. الوقت اللي انت تكون فيه محتاج الفرحه
والشراحة والسعادة من الحزن والهم اللي فيك. الحين تروح تسعد غيرك، ما دخلك أنا نفس أدري، بس روح عشان رب العالمين يعطيك. هذه الأشياء السبعة اللي إن شاء الله تعيننا على أن احنا نرمم أنفسنا بأنفسنا. أول شيء ذكر الله سبحانه وتعالى. اثنين، اجعل لك ملجأ مكان كذي، شيء إنك أنت تحس إنه راحتك فيه، سوى طقوس خاصة فيك. ثلاثة، اشرك غيرك معك، هذا مضاف، هذا مضاف، لا بالعكس هذا توزيع للحمل، وفي ناس كفوا في حياتك أكيد تشيل معك إن شاء الله ما تخذلك. أربعة، ابحث عن مشكلتك، فعلا فكر وابحث ودور وإن شاء الله راح تلها. خمسة، مارس حياتك الطبيعية عشان تتعدل نفسيتك، مو تنطر نفسيتك تتعدل عشان تمارس حياتك. القاعدة اللي قلناها من اليمين لليسار، مو اليسار لليمين. ستة، الجأ إلى الله، أظهر ضعفك واستكانتك لله وذلك وضراعتك. سبعة، رمم غيرك، ساعد غيرك في إصلاح نفسه وإصلاح حاله، وأنه يبني في نفس الثقة مرة ثانية، ترد له روحه بمساعدتك ومادة إيدك له. عسى الله سبحانه وتعالى يصلح دواخلنا وقلوبنا وأحوالنا، إنه على ذلك قدير. أحفظ لكم لايف دقيقة وأرجع لكم حق فقرة سؤال وجواب. الحمد لله رب العالمين.